كنت فين يا ولد؟ كنت ببيروت. تعمل ايه ببيروت؟ بذاكر مع واحد صاحبي. يا سلام، وما تعرفش تذاكر الا في ما وراء اعالي البحار؟ ما عنديش كتاب جغرافيا. اعمل ايه؟ قصط هتنفعني انت لما اسقط؟ لا يا حبيبي، هتخش الجامعه بدالي لما اسقط؟ لا يا نور عينيا، ده انا بقول تروح تذاكر مع واحد صاحبك في بيروت. اديك قلت اهو بعضمه لسانك، لازم اشخف فيك يعني؟ ما انا هوديك الا تدقنت. اوكي تدقنت.